أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة عندنا حلقة جديدة من الماس. هنبتدي مع بعض النهاردة، هنتكلم عن الـ Volume of Cuboid. وعندنا كنا واخدين قبل كده الـ Volume بتاع الكيوبويد. هنبتدي نفتكر إيه هو الكيوبويد، وهنبتدي نفتكر أكتر إزاي كنا بنعرف نجيب الـ Volume، وإزاي نقدر نحل different exercise عليه. يلا بينا let's start. أول حاجة هنبتدي نتكلم بيها، افتكروا كده ان الكيوبويد كان بيبقى عنده 6 faces 12 edges and 8 vertices. each face in cuboid in the form of rectangle، وبيبقى عندنا each two opposite faces are parallel to each other and equal in area. اخدت قبل كده يا شباب ان احنا عشان نعرف نجيب ال volume of cuboid، كنا بنقول ال volume of cuboid is the product of each dimension. وكلمة dimension it means the length and the width and the height. يبقى احنا لو عايزين نجيب ال volume كنا بنقول ال volume equal length time width time height، اللي هما ال product of each 3 dimension. أو كان ليه rule تانية عندنا اللي هي base area times the height. وعندنا ال magic triangle دي موجودة قدامنا، بحيث إن احنا لو طلبنا في أي سؤال بقى ال volume، أنت حضرتك هتبقى عارف إزاي بتعرف تجيب ال volume. لو طلبت مثلا في أي سؤال عايز أجيب ال length، يبقى بعمل ال volume over width times the height. لو طلبت ال width يبقى بعمل volume over length times the height. لو طلبت إن أنا أعرف إزاي أجيب ال height، يبقى بعمل volume over length by ال width. بنفس الطريقة في ال magic triangle التاني، إحنا عندنا ال volume عبارة عن base area times the height. لو أنا طلبت ال base area يبقى بعمل volume over ال height. ولو طلبت ان انا اجيب الهايت بعمل فوليوم اوفر بيز اريا. يا ريت يا شباب كده الناس اللي موجوده يا ريت نعمل كده سكرين شوت للكلام ده كله، بحيث يبقى الرولز كده كلها موجوده قدامنا واحنا بنحل. انا لو عايز الفوليوم يبقى بعمل لينث باي ويث باي هاي، لو عايز الفوليوم بطريقه تانية يبقى بعمل بيز اريا تايم الهايت. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض الاكزامبلز بتاعتنا بيبقى شكلها عامل ازاي. نمبر 1، لما اجي اقول لك احنا عندنا كيوبويد with dimension 6 سنتيمتر 5 سنتيمتر 4 سنتيمتر، واجي اقول لك find its volume. طب انا لو عندي دلوقتي كيوبويد الدايمنشن بتاعته 6 و5 و4، كلمة dimension دي معناها length والwidth والhigh. يبقى انا دلوقتي عندي هنا 3 dimensions موجودين اللي هما length والwidth والhigh. لو طلبت منك الفوليوم هتقول لي الفوليوم equal length time width time height. يبقى أول حاجة بكتب الرول بتاعتنا. طيب أنا عندي اللينس بتاعي equal 6 سنتيمتر والويث equal 5 والهايت equal 4، يبقى طبعا بمنتهى السهولة هبتدي أقول الفوليوم equal 6 تايم 5 تايم 4 equal 120 كيوبيك سنتيمتر. وطبعا ما ينفعش حد ينسى كيوبيك سنتيمتر، عشان الكيوبيك سنتيمتر ده هو اليونت اوف ميجرينج فوليوم. يبقى منتهى السهولة ده اكزامبل 1. في حالة إن أنا هكون مدي لحضرتك اللينس والويث والهايت، طلبت منك الفوليوم، يبقى منتهى السهولة هتقول لي الفوليوم عبارة عن لينس تايم ويث تايم الهايت. نمبر 2، لو جيت قلت لك إحنا عايزين دلوقتي نجيب الفوليوم، find the volume of cuboid with base area 300 cm squared and the height equal 5 cm. طيب في الاكزامبل الاولاني كان عندي اللينس والويث والهايت اللي هم ال 3 دايمنشن، فكنت بعمل لينس تايم ويث تايم هاي. اكزامبل نمبر 2 هنا انا مديك البيز اريا والهاي، يبقى لو انا عايز اجيب الفوليوم هبتدي اقول كده الفوليوم ايكوال بيز اريا تايمز الهاي. طيب احنا عندنا البيز اريا هنا ايكوال 300 والهايت ايكوال 5، يبقى هبتدي اقول الفوليوم ايكوال 300 تايم 5 اللي هي equal 1500 cubic centimeter. يبقى يا شباب كده احنا نعرف نستخدم الترولز اللي عندنا، يا اما هنا عشان اعرف اجيب الفوليوم بعمل length time width time height، يا اما هبتدي اعمل base area times ال height according to the given اللي هيبقى موجود عندي في السؤال بتاعي. طيب number 3، find the volume of cuboid with a squared base of side length equal 7 cm and the height equal 10 cm. بص يا شباب، اول ما نلاقي عندنا كده كلمه اسمها cuboid with squared base
اول ما تلاقي كلمه كيوبويد وسكويرد بيز على طول افتكر ان ما دام البيز على شكل سكوير يبقى اوتوماتيك كده اكتب فيها ان اللينس بتاعي ايكوال الويدث. يبقى اول ما بيقول لي ده انا عندي كيوبويد وسكويرد بيز يبقى على طول انا كده عارف ان اللينس والويدث الاثنين زي ايه بعض. طب احنا عايزين نجيب الفوليوم، فهنا بسهوله او هتقول لي الفوليوم عباره عن لينس تايم ويدث تايم هايت. لو واحد مش مركز هيقول لي يا مستر طب ما انت عندك اللينس ب7 والهايت ب10 ما عندكش الويدث، هقول لك لا استنى ده هو كاتب ان الكيوبويد ده ويز سكويرد بيز، واحنا اتفقنا لو عندي كيوبويد ويز سكويرد بيز يبقى على طول عندي اللينس والويدث الاثنين بيكونوا ايكوال. يبقى دلوقتي لما هاجي ابتدي اجيب الفوليوم هقول الفوليوم ايكوال 7 تايم 7 تايم 10 اللي هي ايكوال 490 كيوبيك سنتيمتر. طب واحد هيقول لي يا مستر انت ليه كررت ال 7؟ يا بابا يا حبيبي احنا اتفقنا كيوبويد ويز سكويرد بيز دي معناها اللينس والويدث الاثنين ار ايكوال ان لينس. ما دام البيز هنا بيت على شكل سكوير يبقى كده على طول اللينس والويدث ار ايكوال. يبقى انا لو طلبت منك الفوليوم هتقول لي يا مستر الفوليوم ده عباره عن لينس تايم ويدث تايم هايت، اللينس والويدث الاثنين دول قد بعض يبقى بعمل 7 تايم 7 تايمز الهايت اللي هو ايكوال 10، هجيب الاجابه بتاعتي هتطلع 490 كيوبيك سنتيمتر. طيب نمبر 4 كيوبويد اتس فوليوم 400 كيوبيك سنتيمتر اند اتس بيز with length 8 cm and width 5 cm find its height. لو جينا بصينا هنا على السؤال ده هو هنا في الكويتشن ده هو مديني الفوليوم بتاعي 400 كيوبيك سنتيمتر ومديني هنا اللينس بتاعي ايكوال 8 والويث ايكوال 5 وطالب مني الهايت. طب هنا انا عشان اعرف احل هقول له بص بقى احنا كنا واخدين الماجيك تريانجل ده، كنا كاتبين في الماجيك تريانجل ده هنا كده من فوق كان في عندنا هنا الفوليوم، من تحت كنا مقسمين الماجيك تريانجل ده لثري بارتس، كنا كاتبين هنا يا شباب كده كنا كاتبين ده اللينس وكنا كاتبين هنا كده الويدث وكنا بنكتب الناحيه دي هنا مين الهايت. برافو عليكم. طب في الكويتشن هنا هو عايز مين؟ قال احنا عايزين نجيب الهايت. طب يا مستر ازاي بتعرف تجيب الهايت؟ عشان اعرف اجيب الهايت كنا بنروح جايين مخبيين البارت اللي فيها الهايت وابتدي اقول كده ان الهايت بتاعي ايكوال فوليوم over length time الويدث. يبقى دلوقتي انا هنا عشان اعرف اجيب الهايت هبتدي اعمل الفوليوم over length time الايه؟ الويدث. الفوليوم بتاعي هنا equal 400 واللينث والويدث هنا ب 8 و5 يبقى هبتدي اكتب كده 400 over 8 times ال 5. لما نيجي نستخدم الكالكليتر وابتدي اكتب 400 over 8 times ال 5 هلاقي الاجابه بتاعتي تطلع 10 سنتيمتر. خلي بالكم بقى يا شباب في شباب لما تيجي تستخدم الكالكليتر هتطلع الاجابه غلط. ليه؟ عشان هتلاقيهم ان هم مستخدم الكالكليتر عملوا 400 divided 8 times ال 5. انت لو عملتها 400 divided 8 times ال 5 الاجابه بتاعتك مش هتطلع مظبوطه، هتلاقي الاجابه طالعه قدامك 25. طب ليه يا مستر؟ ما هو الاوفر هو ديفايد. لو انت عايز تعملها بالديفايد يبقى لازم تعمل ال 8 وال 5 دول between two brackets. يبقى لما هتكتبها على الكالكليتر بالديفايد تكتبها 400 divided وتعمل between two brackets 8 times ال 5. عايز تعملها كده بالشكل العادي خالص اللي هو بتاع الفراكشن يبقى عندك 400 over 8 times ال 5 والاجابه بتاعتك هنا 10 سنتيمتر. طب واحد قال لي طب يا مستر ليه مش 10 سنتيمتر كيوب؟ حبايبي احنا هنا بنجيب الهاي. الهايت ده لينس او ويدث او هاي اليونت بتاعتهم بتبقى سنتيمتر. الفوليوم بس هو اللي اليونت بتاعته بتبقى كيوبيك سنتيمتر. طبيعي احنا عارفين كنا قبل كده ان الاريا بتبقى سنتيمتر سكوير، فيبقى لازم واحنا بنجيب اي حاجه بقى نركز كده في اليونت بتاعتنا ايه بالظبط. طيب الموضوع سهل قوي وجميل. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض نمبر 5. A truck its dimensions are 3.2 meter 1.5 meter and 2 meter. It's wanted to fill it with carton boxes of mineral water bottles of dimension of each 40, 25, and 25 centimeter. Calculate number one, the greatest number of carton boxes that can be carried by truck. Number B, the cost of transportation. If the cost of transporting one carton is 0.75 pound. Yeah, مسألة صعبة قوي. طيب بص يا شباب
كلمة تراك دي اللي هي العربية اللوري أو العربية النقل الكبيرة. الدايمنشنز بتاعتها 3.2 متر، 1.5 متر، and 2 متر. طب يا مستر بص بقى، احنا هنمشي حتة حتة. ما دام دي تراك، أنا هعرف دلوقتي بالنسبة للتراك دي، أنا عرفت إن 3.2 دي كان اسمها اللينس، وال 1.5 ده كده كان اسمه الويتس، وال 2 ده كده كان هو الهايت بتاعي. ماشي جميل، يبقى هي كده على شكل كيوبويد ما دام ليها لينس ويتس وايه وهايت. It's wanted to fill it with carton box for mineral water. يعني لو عندنا mineral water بتتعبى كلها في كراتين، الكارتون بوكس الدايمنشن بتاعته موجودة قدامنا 40 و 25 و 25. ده هنا بقى اللينس وده الويتس وده الهايت، بس دول كده بتوع المينرال ووتر. نمبر 1 هو عايز يجيب الجريتست نمبر اوف كارتون بوكسز ذات كان بي كارت باي ذيس تراك. طيب اول حاجه الشباب نتعلمها، اول ما يطلب مني كده في اي سؤال انا عايز اجيب النمبر اوف كارتون بوكسز او النمبر اوف انجوتس، اول ما يطلب كلمه كده النمبر مننا هنا اهو، اتعلم كده على طول انك اول ما تشوف كلمه النمبر دي انت محتاج تجيب الفوليوم بتاع التراك، محتاج تجيب الفوليوم بتاع البوكس الواحد. وبعد ما تجيب الفوليوم بتاع التراك والفوليوم بتاع البوكس، اتعلم كده انك انت هتبتدي تعمل ايه، البيج فوليوم ديفايدد السمول فوليوم. مين يا مستر بقى البيج فوليوم ومين السمول فوليوم؟ طبيعي بقى ما دام انت بتتكلم مثلا في الاكزامبل ده عن تراك وبوكسز اوف مينرال ووتر، يبقى اكيد التراك دي هي اللي عندها الفوليوم الكبير، والبوكس اوف ووتر ده بيبقى عنده الفوليوم الصغير. يبقى اول ستيب عندي هبتدي اجيب الفوليوم اوف تراك، بعمل لينس تايم ويث تايم هايت. لما ابتدي اكتب 3.2 تايم 1.5 تايم 2، طلعت الاجابه بتاعتي 9.6 متر كيوب. طب ليه يا مستر متر كيوب؟ عشان هنا الدايمنشنز كلها بالمتر. بس يا مستر انا عندي المينرال ووترز الدايمنشنز بتاعتها كلها بالسنتيمتر، يبقى وي ماست تو نيد كونفرت فروم متر كيوب تو كيوبيك سنتيمتر. عشان ابتدي اعمل كونفرجن من المتر كيوب للكيوبيك سنتيمتر، بنعمل مالتبلاي باي 1 مليون اللي هي تايم 1000 تايم 1000. يبقى كده الفوليوم بتاع التراك طلع عباره عن 9,600,000 كيوبيك سنتيمتر. يبقى نمبر 1، ودي اول ستيب لازم اتعلمها، ان انا هجيب الفوليوم اوف تراك، والفوليوم بتاع التراك انا بعمل لينس باي ويتس باي هايت. انا عندي الدايمنشنز بتاعتها بالمتر كيوب، جبنا الفوليوم طلع الفوليوم بتاع 9.6 متر كيوب. طب حضرتك دلوقتي احنا الدايمنشنز بتاعت البوكسز بالسنتيمتر، يبقى انا محتاج اعمل كونفرت من المتر كيوب للسنتيمتر كيوب، عملت ملتبلاي باي 1 مليون طلعت 9,600,000 كيوبيك سنتيمتر. طيب بعد ما جبت الفوليوم بتاع التراك، هبتدي اجيب الفوليوم بتاع كارتون بوكس اوف مينرال ووتر. لما دي برضه على شكل الكيبويد، يبقى هبتدي اعمل اهو لينس تايم ويتس تايم هايت. لما هبتدي اعمل 40 تايم 25 تايم 25، الانسر بتاعي طلع 25,000 كيوبيك سنتيمتر. يبقى انا كده نمبر 1 جبت الفوليوم اوف تراك، نمبر 2 احنا جبنا الفوليوم اوف ايتش بوكس، نمبر 3 انا لسه بقول اهو عشان نعرف نجيب النمبر، قلت لك بتعمل بيج فوليوم ديفايد سمول فوليوم. لما تعمل 9,600,000 ديفايدد 25,000 طلع معايا دلوقتي 384 بوكسز. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا ازاي نعرف نجيب النمبر اوف بوكسز. طيب في نمبر 2 بيقول لي انا عايز اجيب الكوست اوف ترانسبورتيشن. اف ذا كوست اوف ترانسبورتنج 1 كارتون از 0.75 باوند. طيب بص يا شباب، احنا عندنا دلوقتي لو واحد جاي يعمل ديليفري، والراجل جه قال لنا بتاع الديليفري انا عشان اجيب لك الكارتون الواحده اخد من حضرتك 0.75 باوند،
اوكي اتفقنا على كده. طب احنا هنعمل ترانسبورت، هنوصل كام كرتون؟ فاحنا عرفنا ان احنا عندنا النمبر بتاعت الكرتون او البوكسز 384. الترانسبورتيشن احنا بناخد على اتش كرتون 0.75، يبقى في ال 384 دي كلها عشان نعرف نجيب الكوست هبتدي اعمل 384 multiply by 0.75، هنطلع البرايس اوف ترانسبورتيشن اللي هو ايكوال 288 باوند. يبقى عايزين نتعلم بقى هنا حاجتين مهمين قوي في اي ستوري تجيلي بالمنظر ده. اي ستوري هنا هو طالب مني number of carton boxes, number of ingots, number of bars of chocolate، اي number بقى هو يطلبه مني اتعلم ان انت بتعمل big volume divide small volume، دي مهمة جدا. تاني حاجة عايزك تتعلمها ان لما هيكون طالب مني هنا cost of transportation او اي cost هو بيطلبه مني، اتعلم كده على طول ان cost ده انت على طول بتعمل time. في حتة الكوست هنا انت على طول بتعمل ايه؟ تايم. انت جبت النمبر بتاع البوكسز اللي هم 384 هتعملها تايم 0.75، يبقى انت كده هنا عرفت الكوست بتاعك قد ايه. ودي من المسائل المهمة جدا 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 يا شباب. طيب تعال نشوف مع بعض اكزامبل كمان. بيقول لي the ratio between the dimension of cuboid is 3:2:1. If the sum of this dimension is 48 centimeter, find the volume of this cuboid. ايه مثلا ده؟ ايه اللي دخل الريشيو بقى في الكيبويد؟ ده الريشيو ده يونت 1. هقول لك بالراحه بس. في يونت 1 لما انتوا اخدتوا الريشيو يا شباب اتفقنا لما يجي يقول لي الريشيو بتوين الدايمنشن، احنا عارفين الدايمنشنز دي ليها نيم اللي هم اللينس والويث والهايت. هل انا لما اجي اقول الريشيو بتوين اللينس والويث والهايت 3:2:1، هل معناها كده يا مستر اللينس ب 3 سنتيمتر والويث ايكوال 2 سنتيمتر والهايت ايكوال 1 سنتيمتر؟ طبعا لا، ده هنا ده الريشيو مش الحاجه الريل بتاعتهم. يبقى انا هنا المفروض بقى ان انا عشان اقدر اجيب الفوليوم لازم نمبر 1 ان انا اتعلم اجيب اللينس والويث والهايت. يبقى هنا هرجع بقى كده احل بالريشيو بقى زي يونت 1 عادي خالص. اول حاجه هكتب اهو انا عندي لينس تو ويدث تو هايت، الريشيو بينهم 3:2:1 وهو مديني سم فرحت مزود له اسمه سم. طيب السم ده مثلا بتجيبه ازاي؟ كلمه سم دي معناها بلس. انت لما تعمل 3 بلس 2 بلس 1 الانسر بتاعك طلع 6. تحت ال 6 دي كده على طول هنروح حاطين 48 سنتيمتر اللي هو قال لي عليها. ده شكل الريشيو اللي احنا متعودين عليه. طيب بعد ما انا جيت دلوقتي هنا كتبت انا عندي لينس تو ويدث تو هايت وزودت الرو الجديد اللي اسمه سم وحطينا كده السم بتاعهم 48، تقدر تجيب اللينس؟ اه طبعا. احنا هنا بقى كنا بنستخدم طريقه كان اسمها كروس مالتيبليكيشن. عشان تعرف تجيب اللينس هتقول لي اللينس ايكوال 3 تايم 48 ديفايد باي 6، طلع اللينس بتاعي ايكوال 24 سنتيمتر. طيب بنفس الطريقه بعد ما جبت اللينس هعرف اجيب الويدث؟ هتقول لي ايوه يا مصر بنعملها كروس مالتيبليكيشن. يبقى الويدث عشان اجيبه هعمل ايه؟ 2 تايم 48 ديفايد باي 6، طلع الويدث بتاعي ايكوال 16 سنتيمتر. بنفس الطريقه هبتدي يلا اجيب الهايت، يبقى الهايت عباره عن 1 تايم 48 ديفايد 6 ايكوال 8 سنتيمتر. حلو قوي. بصوا بقى كده احنا بقى عندنا دلوقتي اللينس اهو ب 24، الويدث بتاعه هو بسكستين، الهايت ايكوالز 8. يبقى يا شباب بقى بتسيب المسألة كده تقول خلاص يا مستر احنا هو جبنا اللينس والويدث والهايت. لا يا حبايبي، هنا بيقول لي find the volume. ازاي اعرف اجيب بقى ال volume of this cuboid؟ ابتدي ارجع للرول بتاعتنا. انا عشان اعرف اجيب ال volume بتاع cuboid هبتدي اقول كده ان ال volume of cuboid equal length time with time height. ما حدش بقى يغلط ويقول لي انا هعمل 3 تايم 2 تايم 1، لا ده 3 و 2 وال 1 ده الريشيو بتوين اللينس والويدث والهايت. يبقى انا دلوقتي عشان اعرف اجيب الفوليوم هعمل 24 تايم 16 تايم 8، هيطلع الفوليوم بتاعي 3072 كيوبيك سنتيمتر. مساله مهمه جدا 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 يا شباب. احنا عندنا لينس وويدث وهايت، الريشيو بينهم 3 و 2 1، اداني سم زبطت له اسمه سم، عرفت اجيب اللينس والويدث والهايت،
بعد ما جبت اللينس والويدث والهايت اقدر اجيب ايه الفوليوم بتاعي عن طريق الرول اللي هي لينس تايم ويدث تايم الهايت. مسألة مهمة جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف اكزامبل كمان برضو حلو قوي زيها. لو جيت قلت the base of the cuboid is a rectangle whose perimeter 40 سنتيمتر and the ratio between its length to its width is 3:2. Calculate its volume if its height is 10 سنتيمتر. طيب يعني هنا عندنا دلوقتي مشكلة كبيرة. ايه هي بقى؟ هنا هو مديني بريمتر، ففي ولاد بتغلط تقول لي احنا واخدين الفوليوم عبارة عن البيز اريا تايم الهايت، ما ياخدوش بالهم ان ده بريمتر مش اريا، يروح عاملين 40 تايم 10. اجابة غلط. واحد تاني يقول لي طب بص بقى احنا عشان نجيب الفوليوم انا هعمل لينس تايم ويدث تايم هايت، يعني 3 تايم 2 تايم 10 ايكوال 60. برضه اجابة غلط. ليه يا مستر؟ عشان هنا انت عندك الهايت موجود ب 10 اهو، ادي الهايت ب 10، ده الهايت بتاعنا، بس اللينس والويدث مش موجودين. واحد يقول لي ازاي مثلا مش موجودين؟ ما اللينس والويدث اهم موجودين قدام عين حضرتك اهم، ادي اللينس اهو 3 وادي الويدث 2 اهم، ادي اللينس والويدث اهم موجودين 3 و2. اقول لك لا، ده الريشيو بينهم. يبقى انت محتاج تجيب اللينس والويدث الاول بكام. بعد ما اجيب اللينس والويدث هيبقى معايا اللينس والويدث والهايت، اقدر اجيب الفوليوم. يبقى اول ستيب هبتدي اعملها هقول احنا عندنا ريشيو بين اللينس والويدث 3 و2، هو اداني بريمتر فبزود له اسمه بريمتر. وخلي بالك ان البريمتر ده مش سم، البريمتر ده بنجيبه عباره عن لينس بلس ويدث اول تايم 2. يعني بتبتدي تكتب اهو انا عندي دلوقتي 3 و2، لما تيجي تحت البريمتر في ناس بتغلط تكتبها 5. لا لا لا، تعالى كده في الرافورك بص، احنا نجيب البريمتر 3 بلس 2 اول تايم 2 ايكوال 10. تحت ال 10 بقى هنا احط ال 40. يبقى كده انا عندي شكل الريشيو بتاعتي مظبوطه. بعد ما كتبت كده انا عندي ادي لينس ويدث وادي بريمتر، اقدر اجيب اللينس بتاعي هعمل 3 تايم 40 ديفايد 10، يطلع اللينس ايكوال 12 سنتيمتر. بنفس الطريقه ابتدي اجيب الويدث. الويدث بتاعنا هيطلع عبارة عن 2 تايمز 40 ديفايد 10 ايكوال 8 سنتيمتر. كده انا عندي اللينس والويدث والهايت موجود عندك اهو ب 10. يبقى انت دلوقتي لو محتاج تجيب الفوليوم هتقول لي الفوليوم ده عبارة عن لينس تايم ويدث تايم الهايت، اللي هي عبارة عن 12 تايم 8 تايم 10 ايكوال 960 كيوبيك سنتيمتر. مهم قوي يا شباب ان احنا نقرا ونفهم احنا بنعمل ايه. انت هنا عشان تجيب الفوليوم محتاج تعمل لينس تايم ويدث تايم هايت، يبقى لازم يبقى معاك اللينس والويدث والايه والهايت. اداك ريشيو؟ لا، لازم احسب الحاجه الريل بتاعتهم عشان اقدر اكمل. طيب تعال نشوف بقى الاكزامبل ده، وده من اهم الاكزامبلز اللي موجوده عندنا في المنهج. لما يقول لي عندك سويمنج بول اوف دايمنشن 25 متر 10 متر 2.8 متر 540 cubic meter of water was poured inside it. Find number one the height of the water in the pool. Number two عايز اجيب ال volume of the water needed to fill the pool completely. يعني لو عندنا swimming pool خلي بالكوا بقى ان ال swimming pool ممكن بيبقى على شكل cuboid، بس خلي بالكوا بقى من الكلمة اللي هقولها دي ان هو بيبقى cuboid without lid. وكلمة without lid دي معناها ان ده cuboid بيبقى عنده 5 faces. طيب انت دلوقتي هنا ال swimming pool انت عندك ال length وال width وال height بتوعه في 540 cubic meter of water was poured inside it. المية اللي احنا حطيناها دي مش مالية ال swimming pool للآخر. فنمبر 1 انا عايز اجيب ال height of the water in the pool. نمبر 2 انا عايز اجيب بقى ال volume of the water needed to fill the pool completely. طيب احنا اول ستيب عندنا عشان اعرف اجيب الهايت بعمل الفوليوم اوف ووتر اوفر لينث باي الويدث، نفس الرول بتاعت الهايت. بس انت هنا واحد يقول لي طب ما الهايت اهو يا مستر 2.8،
ده الهايت بتاع البول كله، انت عايز تجيب الهايت اوف ذا ووتر. الووتر اللي احنا حاطينه جوه البول ده مش مخلي السويمنج بول مليان للاخر، ده في جزء لسه امتي عندك. يبقى انت دلوقتي عشان تعرف تجيب الهاي هتقولي انا باخد الفوليوم اوف ذا ووتر اوفر اللينس باي الويتس. الفوليوم بتاع الووتر اللي هو 540 اوفر 25 تايمز 10. لما تيجي تحسب 540 اوفر 25 تايمز 10 هتلاقي الايكوال بتاعك طلع 2.16 متر. يبقى دلوقتي انت عندك 2.16 متر، ده الهايت اوف ذا ووتر ان ذا بول. طيب احنا عايزين نجيب بقى الفوليوم اوف ذا ووتر نيدد تو فيل ذا بول كومبليتلي، يعني انت دلوقتي محتاج تزود ميه قد ايه علشان تعرف تخلي السويمنج بول ده كومبليتلي فيل. طيب يبقى نمبر 1 عشان اعرف انا محتاج اعمل ميه قد ايه، ازود ميه قد ايه، قال لي لازم تعرف السويمنج بول ده الفوليوم بتاعه قد ايه. يبقى ابتدي اجيب بقى الفوليوم اوف ذا سويمنج بول، هعمل لينث باي ويدث باي هايت اللي هي 25 تايم 10 تايم 2.8، هيطلع معايا 700 متر كيوب. طيب 700 متر كيوب ده الفوليوم بتاع البول كله، بس احنا مش سايبينه فاضي، احنا حاطين فيه 540، في لسه جزء امتي. انا عايز بقى اعرف الامتي قد ايه بقى عشان ده قد الميه اللي احنا نزودها. برافو عليك، يبقى هنا على طول هعمل ايه؟ هعمل ماينس. يبقى هقول كده الفوليوم اوف نيدد ووتر، هعمل الفوليوم بتاع البول كله ماينس الفوليوم اوف ذا ووتر. لما ابتدي اعمل 700 ماينس 540 الايكوال بتاعي طلع 160 متر كيوب. مسألة مهمة جدا وسهلة قوي قوي بالنسبة لنا. افتكر انت عايز تجيب الهايت اوف ذا ووتر تستخدم الفوليوم اوف ذا ووتر اوفر اللينث باي الويتس. طيب ممكن يجيب لي بقى سؤال مثلا تشوز بالمنظر ده ويقول لي مثلا تشوز ذا كوريكت انسر. If the volume of cuboid equal 24 سنتيمتر and the area of base 6 سنتيمتر سكويرد، عايز اجيب الهايت. طب انا هنا عشان اعرف اجيب الهايت هجيب الهايت ازاي؟ اقول نرجع للرول بتاعتنا. انا عشان نجيب الهايت هعمل فوليوم اوفر بيز اريا. لو عملت 24 ديفايد 6 الاجابه بتاعتي هتطلع 4، وطبعا زي ما انتم شايفين لازم اقول 4 سنتي ايه؟ متر. طب ليه مثلا قلتها 4 سنتيمتر؟ ليه ما تنفعش 4 سنتيمتر سكوير ولا 4 سنتيمتر كيوب ولا اي اجابه ثانيه؟ هقول لك بص يا حبيبي، ما دام انا بجيب حاجه اسمها هايت او بجيب لينس او بجيب ويدث لازم تطلع سنتيمتر. لو بجيب بيز اريا تطلع سنتيمتر سكوير، لو بجيب فوليوم يطلع معايا كيوبيك سنتيمتر. يبقى مهم قوي وانت شغال تبقى برضو مركز في اليونتس اللي مكتوبه قدامك ايه؟ هل ده سنتيمتر ولا سنتيمتر سكوير ولا كيوبيك سنتيمتر؟ عشان بقى الحاجات دي بتفرق جدا جدا في الاجابه، وخصوصا مثلا لو جاي لك تشوز زي كده ممكن واحد يحسبها 4 ويختار اول 4 مثلا يقول لي 4 سنتيمتر سكوير، تبقى الاجابه بتاعتك مش مظبوطه. نشوف اخر سؤال مع بعض يلا يا شباب. بيقول لي سويمنج بول الدايمنشن بتاعته 25 متر 10 متر 2.8 متر 540 متر اوف كيوب ووتر ووز بورد انسايد ات. احنا عايزين نجيب الهايت اوف ذا ووتر وعايز اجيب الفوليوم نيدد تو فيل ذا بول كومبليتلي. نفس الفكره اللي احنا لسه حلناها، احنا عايزين نجيب الهايت اوف ذا ووتر. يبقى ابتدي اقول الهايت ايكوال فوليوم اوف ووتر اوفر لينث باي الويدث. لما اعمل 540 اوفر 25 تايم 10 طلع الهايت بتاع الووتر ايكوال 2.16 متر. عشان تعرف تجيب الفوليوم اوف ووتر نيدد يبقى على طول لازم في اول ستيب اجيب الفوليوم بتاع البول كله، هعمل لينث باي ويدث باي هايت. 25 تايم 10 تايم 2.8 ايكوال 700 متر كيوب. طب ده الفوليوم بتاع البول كله. احنا حاطين جوه البول ده 540 متر كيوب، انت عايز تحسب الفوليوم اوف ذا ووتر نيدد. يبقى هنا حضرتك عشان تجيب الفوليوم اوف ووتر نيدد هتعمل الفوليوم اوف ذا بول ماينس الفوليوم اوف ذا ووتر. لما ابتدي اعمل بقى 700 ماينس 540 هيلاقي الايكوال بتاعي طلع 160 متر كيوب. يبقى احنا كده يا شباب النهارده اتكلمنا عن الفوليوم اوف كيوبويد، عرفنا ان الفوليوم اوف كيوبويد عشان نعرف نجيبه احنا بنعمل
length time width time height او بنقدر نعمل base area times ال height. ارجوك واحنا بنحل اي مساله في الفوليوم بتاع الكيبويد خلي قدامك على طول كده شكل التو ماجيك تريانجل. انت ممكن يبقى في عندك ادي ماجيك تريانجل اهو، واحد بنكتب فيه هنا من فوق الفوليوم وتحت بنقسمه ل 3 بارتس، بيبقى عباره عن اللينس والويتس والهايت. واحد تاني ان احنا ممكن نرسم الفوليوم بس المره دي هنقسمه لتو بارتس بس، هيبقى عباره عن مين ومين بقى؟ برافو عليك، وهيبقى عباره عن البيز اريا والهايت. يبقى انا لازم وانا بحل اي مساله في الفوليوم اوف كيبويد افتكر الكلام اللي احنا بنقوله مع بعض ده، ان الفوليوم بتاع الكيبويد عباره عن لينث تايم ويث تايم هايت او عباره عن بيز اريا تايم الهايت. خلي بالك برضو ان الكيبويد ده بيبقى كل فيس ان ذا فورم اوف ريكتانجل، عنده 6 فيسز 12 ايدجز 8 vertices, each face in the form of rectangle, and each two opposite faces are parallel to each other and equal in area. كنت سعيد بوجودي معاكم، كان معاكم مستر ماجد منير، اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. Goodbye my dear students.